الله الرحمن الرحيم، باسمه نبدأ، عليه نتوكل، منه نطلب السداد والتوفيق والنجاح. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم أجمل تحية من هنا، من أرضية ميدان المرموم، وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة دبي ريسنج، ضمن فعالياتي وسباقي هذا الصباح المخصصة للسن الإذاع لأبناء الغبايل. مسافتنا 5 كيلومتر، أعداد الأشواط في هذا الصباح 16 شوط، مفرقة ما بين البكار وما بين الجعادين. ها هي انطلاقة الشوط الأول، والشوط الأول مخصص للإذاعة البكار. انطلاقة موفقة، انطلاقة سليمة، نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين. هذا آخر يوم في تمهيدي المرموم، وعقب إن شاء الله الختامي، ختامي تمهيدي المرموم. السيارات والسوع ترقبوا إن شاء الله، والخير والتسعيرة موجود، كل شيء موجود. السنة سنة خير، 2023 2024، موسم طيب إن شاء الله. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين من الأخوان في هذا المجال، مجال سباقات الهجن. مباشرة نسير بكم مع مقدمة هذا الشوط لنستطلع نحن وأنتم الزعيمة على المركز الأول للسيد عبيد بن محمد بالضبيعة الاجتبي، متزعمة هذا الشوط منذ البداية. ننتقل إلى المركز الثاني. المركز الثاني مزنة للسيد سالم بن دقاش بن محمد العامري، وفي المركز الثالث دلال، في المركز الثالث للسيد محمد بن سالم بن راشد بالرقراقي المزروعي ابن المتمرد، متواجد هنا على المركز الثالث. المركز الرابع نشوف وناخذ اللي على المركز الرابع في هذه اللحظات. أرى اللي في المركز الرابع وزن، وزن للسيد سالم بن سليم بن الصغير الوهيبي. المركز الخامس، المركز الخامس اللي على المركز الخامس الشاهينية العيسى بن سهيل بن مهنا المحرمي، وفي المركز السادس، المركز السادس اللي على المركز السادس عالية، عالية الهزيم بن محمد بن هزيم المسافري، وفي المركز السابع، المركز السابع هنا عذاب، عذاب الحمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي الواثق هنا متواجد مع عذاب. ننتقل الى المركز الثامن، المركز الثامن نشوف اللي على المركز الثامن في هذه اللحظات حلوة للسيد محمد بن شفيان بن سالم العامري، وفي المركز التاسع، المركز التاسع هنا دمعة، دمعة لسهيل بن حمد بن سليم بن حمد العويسي، وفي المركز العاشر اللي على المركز العاشر عجيبة للسيد فيصل بن راشد بن طالب بن شريم المري. هذه النتيجة، هذا أول ندى للمراكز العشر الأوائل، ولا زالت الزعيمة زعيمة منذ البداية وحتى هذه اللحظات مزعمة قائمة هذا الشوط، الشوط الأول. يا سلام يا سلام، وهالنزوة يتابعون يا بالضبيعة، هذا الزعيمة على مقدمة هذا الشوط العبيد بن محمد بالضبيعة الاجتبي. ها هي الزعيمة. المركز الثاني دلال، مدللة، مدللة عند برقراقي. يا سلام، ها هي دلال على المركز الثاني للسيد محمد بن سالم برقراقي المزروعي. يا هالي المرموم يبون سلام يا برقراقي، تابع يتابعون أداء دلال على هذا الشوط، وهي على المركز الثاني. المركز الثالث مزنة للسيد سالم بن دقاش بن محمد العامري. يا سلام يا ابو محمد على اداء مزنه في هذا الشوط، هي على المركز الثالث. المركز الرابع نشوف اللي على المركز الرابع، عجيبه السيف العجيبه للسيد فيصل بن راشد بن طالب بن شريم المري. المركز الخامس عذاب الحمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. المركز السادس، المركز السادس نشوف وناخذ اللي على المركز السادس الشاهينية العيسى بن سهيل بن مهنا المحرمي، وفي المركز العاشر، المركز قلنا هي
المركز السابع، قلنا المركز العاشر أنها تحمل رقم 10 هي على المركز السابع الشاهينية للسيد بطي بن سالم بن علي بن سلطان السبوسي. المركز وين وصلنا؟ إلى المركز الثامن. المركز الثامن هنا وزن سالم بن سليم بن الصغير الوهيبي. وفي المركز التاسع اللي على المركز التاسع دمع السهيل بن حمد بن سليم العويسي. وفي المركز العاشر هذه خادمة شقرة أول ندى الشقرة محمد بن مطر بن عبد الله المسافري. هذه النتيجة، هذه النتيجة. ونرجع إلى المقدمة، إلى الصراع، إلى الزعيمة. الزعيمة وأيضا شو بمعية الزعيمة، هناك دلال وأيضا هنا بتلتحق بال أيضا يا سلام أيضا مزنة في المركز الثالث، لكن الزعيمة بدأت تغادر. أسم على مسمى، أشكرك أشكرك يا بالضبيعة، أسم على مسمى الزعيمة وهي زعيمة هذا الشوط منذ البداية وحتى هذه اللحظات. 1200 ما تبقى عن خط النهاية، والزعيمة بدأت تباعد، بدأت تغادر، بدأت تباعد. أسم على مسمى فعلا زعيمة وهي زعيمة يا بالضبيعة. يا سلام أهالي نزوة يتابعون أداء الزعيمة في هذا الشوط، الشوط الأول للإذاعة تمهيدي المرموم. دخلنا أجواء الكيلو المتر الأخير بقيادة الزعيمة، طير طاير على أرضية هذا الميدان بدون أي أوامر تذكر، بدون أي أوامر تذكر. دير بالك بندغاش غادم أيضا هناك على ظهر مزنة، لكن خلاص الزعيمة قفلت على ذا الشوط. تنطلق على صوت بالضبيعة يكلمها، أعتقد يقول لها شحشح عي عي. يا سلام يا أبو سعيد على هذا الأداء المتميز. السبوق تريح أعصابك، تشتهر ويشيع طاريها يا بالضبيعة، لو تعشيها على ثيابك ما تضيع مروتك فيها. يا سلام يا الزعيمة، يا سلام. نهني ايضا مطر بن محمد بالضبيعة الاشتبي، صباح الخير يا ابو محمد على هذا الاداء المتميز الذي تقدمه الزعيمة على ارضية ميدان المرموم. يا سلام الميدان الذكي، يا سلام طارت طارت والله انها طارت على ارضية هذا الميدان. يا سلام اقلعت اقلعت الى وين؟ الى خط النهاية والى هالي نزوة. صباح صباح الخير ومساء الخير. وقود شو يقول بالانجليزي يا ابو الضبيب؟ جود ايفنينج، يا سلام. جود مورنينج، جود مورنينج، يا سلام يا سلام. ها يا الزعيمة، سلام يا نزوة، سلام سلام يا بالضبيعة، سلام على هذا الأداء المتميز. تهانينا العبيد بن محمد بالضبيعة الاجتبي على فوز زعيمة بالمركز الأول وبهذا الأداء المتميز بدون منافس على الإطلاق. المركز الثاني وين عجيبة على المركز الثاني للسيد فيصل بن راشد بن شريم المري. المركز الثالث مزن سالم بن دقاش بن محمد العامري. المركز الرابع المركز الرابع للسيد سعيد بن سلطان بن محمد العرياني. وفي المركز الخامس للسيد بطي بن سالم بن سلطان السبوسي. هذه النتيجة. نشوف توقيت الزعيمة 7:39 ست أجزاء من الثانية. تهانينا لعبيد بن محمد بالضبيعة الاجتبي وإلى مطر بن محمد بالضبيعة الاجتبي وإخوانهم وعيالهم وإلى أهالي نزوة، نقول لهم صباح الخير على هذا الأداء المتميز. المركز الثاني عجيبة، وصلت على المركز الثاني 7:40 ثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا الفيصل بن راشد بن طالب بن شريم المري، والذي وصلت في المركز الثالث مزنه اللي على المركز الثالث. نشوف توقيته، وين التوقيت؟ 7:54 جزئين من الثانية. تهانينا سالم لسالم بن دقاش بن محمد العامري، تهانينا للجميع على هذا الأداء.